الوضع كتير حساس، كتير ستريس، ركض براكت، حمل سائل تنس، وجع راس، ضغط بضغط، ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت، بتروح تعي تشرب كيس، بتحط الفوقك والتحت، بو عالصبح معجوق، عم بتفركش بغراضي، عشغلي لازم سوق، في عشقة مثل العادة، أخر بوصل محقون، حمياني الفواتير، تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور، صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور، والتنورة وجزداني على لون الشاسير، فضت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور، ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور. أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي، بارك يا ماما، عم بفلح مثل السطلي وما عم يدفعولي شي. ايه والله يا سطلي، قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديور، ما بتهر من البيت بس يبلش كوميكاتور. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من كوميكاتور، البروجرام بتحضروه كل ثلاثة اي ساعه 9:00 انا بقول وين على تليليبان، بس على تليليبان. ليلي عنا حلقه كتير شيقه فيها سكتشات كتير مهضومه، في معنا كذا ضيف. الضيف الاول اللي رح تكون معنا هي بلش معنا من الجلسه من السيت داون تبعنا، هي هيدا تاني مرور لها، جريسيا. هاي جريسيا. هاي توني، كيفك؟ صباح اشتقت لكم. انا كمان اشتقنا لك. انا بدي اسالكم الكم، نحن اشتقنا لك كرمال هيك كينيكي مرة تانية. بدي كمان رحب بأبو جريج. كيفك جورج؟ ماشي الحال، كيف كنت؟ شو الأزياء الحلوة؟ ليك أنا عادتهم هالكرويات على فكرة قبل ما ألبس الهواء لما ألبسها. فيك تلعب عليها شطرنج؟ ما بيطلع الهواء هيك كيف ما كان. فينا إكس أو كمان بس شوي ألوانها غامقة. وشربول كيفك شربول؟ حبيبي تمام ماشي الحال. كلنا يا ما أنتو ريا يا مثل الزابر أبيض وأسود. هلا المهم بدنا نقعد المشاهدين اليوم بحلقة عن جد كثير قوية. في سوربريز محضر لكم اياها مثل ما قال توني، الضيفه رح تكون معنا جريسيا على مرور الثاني، وضيف كلكم بتحبوه انطرونا بحلقه شيء من اجواء الباسكت، يعني الباسكت دوري اللبناني، انطروا شيء كثير قوي. طب من اجواء الباسكت لاجواء اخر الشهر، شو انتم شو وضعكم باخر الشهر من ناحيه من ناحيه انه التعب؟ يعني لازم هيك هيك ها هيك بيعملوها هيك عاده ها، اذا في شيء مع يعني 50 50 50 ألف 100 دولار بيطلعوا معكم. انا امي قد ما بتعمل هيدي الهيك بطل عندها ضفر، هيدا الضفر انا راح السنين هيدي صار لحم بس. وما معك لا ترجع تروح تظبط اسنانك، فبتحتاج بدك تعمل لا فيني روح اول الشهر. جريسيا اذا انت باخر الشهر وعندك ظهر، شو معقول تعملي انه غير تتديني من اهلك؟ شو البلان بي معقول تعملي؟ بجد بدفع لاول الشهر، بس الفكره انه الكل هلا بيتفادى انه يروحوا اخر الشهر يعملوا شيء، فطول منحس انه اخر الشهر خلوها مثلا جاذرينج بالبيت او شيء هيك قاعده سامب، انه ما كنا بالهوا سوا يعني لبناني كله اصلا. مش انت رح تدفع اذا ظهره مع حدا يعني؟ لا اكيد مبلا، الصبايا بيعملوا ظهراتهم بين بعضهم باول الشهر قبل 15، بعد 15 لانه هو بيجي بيخدني هو بيدفع عني. لا مش مزبوط، مش هالقد بتشتاق له بعد 15. بعد 15 بصير تحكي له مش مزبوط. مش مزبوط؟ لا بدنا كيف بدنا نتاكد؟ بدك تتاكد لانه الفيق مش بلبنان. اي متى عايز مش بلبنان؟ منشان هيك ما بتحكي بعد 15 لانه مانو بلبنان. طيب دق له اسال. طيب اذا بتعطينا رقمه بنكون ممنونين نحن لنحكي ونتاكد، لانه عن جد ما بيتاملوا النسوان بلبنان، مش ما خص جريسيا بس عم نحكي اون جنرال. شربول انت شو الوضع؟ انا ماشي الحال هلا فتره اعياد وهيك، بيقولوا يا خي العالم ترجع للفرحه. ايه بتحس العالم نفسيتها بتتغير، حتى اللي ما معه مصاري عن جد بتحسه ماشي بالطريق بده يشتري شيء، ولو مش قادر بس انه في اجواء اعياد وفي فرحه وهيك. يعني اجواء عيد جايبتك هي اكثر وحده بتكون فرحانه انا بحس. لا ما ايه هلا كنت عم تقول لي جايبتي مفخوطه حساسا مخبيها شوي، بفوت ال 100 دولار من خلص تطلع منهم خلص قصه شخصيه والله، مش رح احكي فيهم على الهوا. ابو جريج شو يعني عن جد بتحس بالفرح، بتروح مثل ما قال شربل بدك تشتري شيء، رحت بدي اشتري بدله هذيك المره بس قد ما جبت كلسات، بس هيك بكون حاسس بالفرحه. بلش كلسات ابو 5000 10000 ليره يعني منيح، عم بتساهم بانعاش الاقتصاد اللبناني. صرت ماشي هيك وبقعد هيك انا مكيف لابس كلسات جديد. نعم صح. نتامل مشاهدينا انه انتم اخر الشهر يكون بعد معكم شوية مصاري معينهم على جنب، لانه اللي ما بيجمع خبي قرش الابيض ليومك الاسود. رح نطلع شوية سكتشات وبنرجع لكم. يلا صباحو. اهلا كيفو ابو جريج؟ منيح كيفك انت؟ شو بك عم تقفف؟ ما في شيء خير. ليش بيرنبوز يا خيي؟ ما في شيء
خيطلع فينا على قليل انتو عم تحكي شوية احترام. ايه ما تأخذنا. شو بك شو صاير معك؟ يا خي ما في شي. تالت مرة بتسألني. ليش علي صوتك عالسات؟ نبرة صوتك فوليوم صوتك وطي. ما قاعد عم تسألني وعم بقلك ما في شي بالقوة بده يكون في شي يعني؟ ايه ما هيدي الصحبة لبعض عم بسألك تشوف انت شو بك شو قصتك؟ عشو جايب لها الكلب معك؟ يي؟ شو شربان انت؟ هيدا عصفور ولا؟ يا حبيبي انا وعم بحكي مع العصفور ما تتدخل لعمو المعروف. شربي؟ شو حبيبي؟ كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال؟ مع شو طلعت؟ خلصت على بكير؟ كان سريع العملية. قلت لي وحدة حلوة ما وحدة حلوة ومبسوط، أنا قلت قبل التسعة ما بيخلص. لا مش الحال، رحت بسرعة هيك على السريع يعني مان، ما بعرف أنا بعدني هلا مش مصدق. شو صار؟ يا خي فتلا عنده على البيت. ايه شقة شو بدي خبرك مان؟ لا فرش أضوية أخبار شي روعة، شقة روعة روعة روعة. شو صار من الآخر؟ بعدني عم برجف. صار شي؟ شلحت الثياب دغري. ايه شلحت التوب طلعت هيك أنا بنطلون. ايه قالت لي شربل فيك تاخذ بدك اياه مني. شو عملت؟ اخذت تليفون. اخذت تليفون. تليفون تبعك؟ ايه كان ناقصني تليفون واخذته. لك شو حلو ولا منيح؟ جديد بعده جديد. منيح منيح. منيح ما اخذت لها ثيابها ما كانوا اجوا عليك اكيد. لا انا اكس ال بالبوس. ايه مزبوط. روح لشباب. يلا حبيبي. ايه مبروك كوميكاتور. شو هالطقس الحلو اليوم؟ اليوم رح شمسات حلوين ها؟ لحظة شو هالصوت؟ منو هالمانجو؟ يا حبيبي يا مانجو. ايوه اهلا. دينا طبلة خلي لي اياك. في شي معلق تانك معلق بحوافرك يا ريس. خلي لي اياك. زار هي لشو؟ لشو هيدي؟ بدي اشوف انا قديش بعمل بالتانك. يا حرام خلي لي اياكم. شو لفيوز انت؟ فقعين كلهم. وقف اول ترومبا بركة قطعتك التانكة. فقعين. نرجع معكم مشاهدينا لتاني فكرة بحلقتنا، وبهيدي الفكرة لهيدا الأسبوع استثنائيا ما رح يكون في عنا توب 8، رح يكون في معنا ضيف استثنائي هو لاعب كرة سلة حجز مكان لإله بين اللعيبة الكبار. مبارياته بالدوري اللبناني أثبتت هيدا الشيء، والمباريات يلي لعبها دوليا كان مع المنتخب او مع فريقه مؤخرا يلي كان كتير قريب انه يحرز بطولة اسيا. اسمحوا لي انا وزميلي توني كيروز نرحب ب عرقجي. هاي وائل كيفك؟ تمام كيفك صبا؟ الحمد لله. انت الحمد لله كثر خير. كيفك وائل؟ ماشي الحال. انت كيف الاجواء؟ حسسنيك انه بارد الملعب؟ عن جد يعني افوت كنت العب هلا. ليك قد ايه بتتحمس على ارض الملعب؟ عن جد بيكون في عندك ما بعرف كم الف شخص عم بيحضرك، تحس ايام انه الادرينالين معقول يطلع معك تمسك الطبل محل تبع الطبل وتبلش يعني. هو ايه يعني جمهور رياضي يعني كتر خيرهم، ما في الا كل ما نفوت على الملعب بشجعونا بطريقه كثير حلوه، وسبشلي العرقجي اللي بتقول عنا اذا ما لها كفايه بتحمسك، بس اذا مع الفرق البقوي فيها تطلع مثلا حر تقجي عرقجي. معقول معقول. شو سوانجي عرقجي بيظبطوا لك اياها يعني. ما هلا كل فريق بيظبط لي اياها على مثل ما هو بده، بس الحمد لله يعني كل الجمهور فيهم خير وبركه وكلهم بيشجعونا، سو اتس فيري اكسايتنج تلعب قدام جمهور كبير. طب وائل هلا اكيد غير الموهبه يعني اسم الله، قد ايش شغلت على حالك تا انه صرت معلش يعني بشهاده الكل من اهم اللعيبه اللبنانيه؟ يعني لي زمان كثير عم بتمرن، انا عمري تقريبا 5 سنين يعني عم بتمرن باسكت. هلا قد ايه صاروا؟ هلا صرت 22. العمر كله. ثانك يو. منه شيء سهل، سبيشلي وقتك تلعب بالنادي الرياضي مع هالاسماء الكبيره بدك تضلك تحط افورت زياده يعني. كنت عم بلعب مع علي محمود، فادي الخطيب، اسماعيل احمد، كل هدول الاسماء الكبار بدك تتاقلم معهم تتعود على لعبهم. So I had to put extra work بكل تمريني واثبت حالي، والحمد لله وصلت لمرحله وين انا هلا صرت البوينت جارد الاساسي تبع النادي الرياضي. كمان هو منه شيء سهل، لازم ضلني مركز وعم بعطي قد ما في. طب بتفكر تحترف برا مثلا؟ اجاني كذا فرصه احترف برا، بس معاش يعني مش كثير منيحه. ما خص المعاش، لا خص اهلاتي ما قبلوا انه سافر لكن ما خلص جامعتي بعد. بس هلا الحمد لله خلص جامعتي و بعدين في نمط عيش معيط عليه مثلا جوا وهيك ما فيك تطلع لبرا. صح. انا برا يمكن يستغرب اذا كان عم بلعب مع جمهور ما يقول يا حا
ياها 100% هسه غريبه شوي كثير في احترام برا متعودين على هالشيء. طب هلا يعني انا وشربل ايذر اذا كنا مع رياضه ولا ضد الرياضه ما راح اقول لك نحن مع مين يعني انا ما بصدق مع رياضه صراحه ليه؟ هيك انا هيك بحس بيع انا شكلي مش بياك لا بدي اسالك سؤال هلا نحن بنحضر مينلي بنحضر من ارض الملعب بس مينلي اكثر يعني بنحضر من البيت كم معلقين اللي بيعلقوا اللي بحمسونا يعني مين بتلاقي افضل معلق؟ غياس غياس لا 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 يا عراقجي اي لوف ذس جيم انا بتحس غياس انه فهمان باللعبه صراحه بس ايام ما بيعطي رايه كثير انه مش مثل اشرف بيكون... سماره كان فيها خطا يا حكم كان فيها خطا اشرف بس انا لالي بعتقد انه غياس هو افضل معلق يعني بتتمنى لو بيرجع مثلا توني بارود برافو عرقجي ضو شموكن على البلاكين اقوى بوينت جارد برافو شو اللعب الحلو ما كنت كثير وعيله بس انه كنت نسمع يعني كذا شغله بقولها بس ايه يا ريت ليه ما بيرجع انه اكيد بكون حلو بس كان عنده المشرقات عنده الشرق ها هي فهذا اللي حافظها اكثر شيء يعني. بعد ما طول بارود مع حكلاوي على شكلك طيب مشاهدينا انطرونا بالفقره الاخيره محضرينكم سكتشات محضرينكم قصص مهضومه نحن وائل كمان حضرينكم جلسه هيك مميزه ما رح نكشف كثير عن اسرارها انطرونا رح تعرفوا بعد شوي كوميكاتور كوميكاتور هاي حياتي هيا قلبي كيفك؟ منيح كيفك انت؟ كيف هارك؟ ماشي الحال وانت؟ الحمد لله عارف شو عملتي؟ اليوم رحت عند كوزينتي ها؟ قعدنا شوي سيارنا خبرنا اخبار شو بيت حياتي؟ صح سيارنا قعدنا ارجعنا حياتي رجعت بعدين رحت شفت ساندرا رفيقتي مسلم عليه كثير على فوقه قعدنا هيك تغدينا قعدنا ارجيله تشيل بتعرف عارف نسوان هيك ناطرتك انا ماشي مهم انت وعم تشربي ارجيله ناطرتيني؟ طب حياتي طب ما بدنا نخففها شوي هالارجيله مش حكينا نحن انه شوي يعني حياتي لنا مش عم بفهم لنا حياتي كلها ارجيله كلها عم بتارجلي يا حياتي ما اختلفنا ما عم بقول لك انا ما تارجلي مش عم بمنعك على الارجيله بس الفكره انه مش 24 على 24 شو المطلوب من الاخر حياتي عصبتني عن جد انا مروقه راسي بالارجيله عصبتني هلا رح افوت اعصابي اي شيء بعصب ما طلعي كيف انك مدخن البيت وكله عم بفوت على رويك شو بكي يا قلنا لنا بليز حياتي قلت لك مرقع اعصابي انا ليك حياتي من هلا عم بقول لك المطلوب تخففي وخلص ما تشرعيني ناقص حياتي لحياتي شو بك وصل الريحة لجوا شو بعمل لك يعني؟ يا تسلميلي ما حكينا بالموضوع قلت لك هالأرجيلة خفف فيها صح خففي روح حبيبي حكينا بالموضوع وأنا زبطت حياتي زبطت شو فيها هيك يا قلبي؟ إيه شو؟ خففتها أخف بخمسة كيلو يا عمري خمسة كيلو خف الريشة صارت أنا أخف من هيك ما بقى فيه يا قلبي ما فيه بالسوق خلصنا بقى بلا أنا ليك ما أهضرها بسرعة رح تضحي من الأوكي كوميكاتور كوميكاتور صباح وجار هلا صباح النور كيفك تمام كيف ماشي الحال تمام شو مبين فاتح اليوم خي ايه ليش شو في اليوم ما امبارح كان عرسك ان شاء الله بتتهنوا بس حبيب قلبي عبالك يا رب حبيبي ميرسي بس انه مش مفروض تكون انت والمدام شهر عسل ما شهر عسل شهر العسل وسكر ايه اكيد العوذ بالله يا زلمه حدا بيكون عنده باب رزق وبسكر شو بك انت يا زلمه شو هالحديث ولك يا جار ما امبارح تجوزت تقبرني حبيبي انا اذا بسكر نص ساعه بنكسر على شهر العوذ بالله انا بدي اسكر محلي عمره ما يكون شهر عسل يا جار يا تقبرني لحظه مفكر معي شو في هالحياه تقبرني روح تسلم بصيت سافر قصدير بكره بتكبر بصير عندك ولاد بصير عندك مسؤوليات ما 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 خيو انا هيدا باب رزق وما بسكره طب ليك بس سؤال اي متى بدك تعملهم هاو اذا ما عملتهم هلا اي متى قمنا من هالسيره جبت خبز صاج فوت ربطتين ب 2000 فوت طب يلا هيك انت فاتك ماشي اعطينا صباح جار اهلا صباح النور كيفك الحمد لله انت كمان ماشي شو خير وين مسهر من غير شر والله يا جار امبارح هيك قبل ما نمت فكرت بحديثك واقتنعت خيي مش مزبوطه انا بعد مجوز ما رحت شهر عسل مش زابطه يا خيي خلص ما تقلي مسافر ايه مسافر لحظه حبيبي
حبيبي بكبرني ربك فرحتني بالخبريه. حبيبي يا جار وين المدام؟ وينيت نقلا المدام بدك كام؟ قاعد عم تبيع شو بسكر؟ يلا بحكيك بس ارجع انا. والله حبيبي عم معقول؟ شو العالم نرجع معكم مشاهدينا لاخر فقره بحلقتنا. محسوبكم غسان سركيس، إليم شنطف وفادي الخطيب. رح نكفي الحلقه مع وائل. وائل شو رايك اول شيء بإليم شنطف؟ يعني كابتن إلي جاب المجد للبنان تعرف. طيب. يعني حتى قبل ما فادي الخطيب يعني يطلع طلعته كان كابتن إلي مسيطر على الاراضي. حبيبي حبيبي والعايل يعني كنا نقلدك كمان كيف كنت تشوت فري ثرو. اسم الله عليك تعمل هيدا اللي هيك وترجع تشوطه هيك يعني عن جد. حبيبي حبيبي يعني وائل انا بدي اقول له شغله، بدي اعطيه كريدتس لوائل. هو من البوينت جارديه القويه كثير اللي صاعدين كثير قويه كثير عم بيسموا فريق الرياضي مع انه فريق كومبيتيتور لفريق الحكمه. يا ريت فيك تيجي لعنا حبيبي، بارك هيك بتصير تعرف الطج مزبوط الطابه مثل ما نحن قلنا نطج ونجيب الفري ثروز. حبيبي وائل، وائل شو عامل عشيه؟ هلا بنشوف بحكيهم هاو بعد بعد التصوير، بلكي بنروح نحن بغنطوس وهول لعيبه الصغار. انا بحبهم يعني. عادي سمك اذا بتحب يعني. لعيونك كوتش. حبيبي حبيبي. فادي الخطيب، فادي الخطيب شو رايك بوائل عرقجي؟ لك هلا انا كثير بحبه لوائل لانه بيلعب بكل اندفاع مع انه اخر فتره عم بكون شوي عصبي، بس بشهد له بشغله انه اذا في شيء لاعب عطاه اسيست ما بنام كل الليل تيرد له اياه. مضبوط. طب وائل شو رايك ب يعني انا لي الشرف كنت انه لعبت مع اهم لاعب بلبنان اللي هو فهد الخطيب، يعني علمني كثير وساعدني كثير واعطاني كثير باسات كمان، يعني بتشكره عن جد. بس رد له اياه هون اذا بدك يعني. جربت بس ما عم بيزبطوا. وائل هلا بدي فوت بالصلحه، بدي فوت بالصلحه بيني وبين فادي لانه نحن انا انتبه انا فادي شلته من حياتي. ليه هيك يا كوتش؟ لانه راح مضى مع الهومس. ما انت ملبيه كمان لفادي، ما فيك تعمل هيك. طب ما كان حكيني قبل بلايلي وقال لي بدي انهي مسيرتي مع كوتش انه يبعث لي فويس مسج يعني. ولو طيب كمان. تأمرني تعهد بوصي كوتش. حبيبي حبيبي خلص سامح. تعرف وائل انا اللي بحبه يعني بالكوتش يعني قال قبل بنهار انه راح يكون معنا الله راد، وتاني نهار اجى سيف وكونترا مع الهومنتمن يعني كثير في كيمستري. هيدا هيدا الي هيدا الي هاي الكوميونيكيشن كانت كثير قويه. برافو برافو طلع كيها بوجهك يعني. شو رايك وائل؟ يعني اول شيء صار غلط انا مأكد لانه كوتش الي لو كان هو البريزيدان تبع النادي ما كان صار هذا الشيء، كان حلت المواضيع كلها. ثاني شيء يعني كل واحد بده يروح يركض ورا مصلحته، يمكن فادي شايف مصلحته بالهومنت من اكثر مش مع كوتش غسان، لان كوتش غسان كان كثير حابب الصغار، يمكن فادي ما كان حيقبل هذا الشيء. مع انه كوتش غسان ضد ثلاث اجانب انت بتعرفني يعني، كان اخذ المين رول تبعه فادي على الملعب 100%. يعني كثير خير وما في غير كوتش غسان ضد ثلاث اجانب بهالبلد. اوه يعني هيدا مساج قوي كوتش إلي. يعني كوتش غسان الوحيد اللي بيدعم اللبنانيه والصغار بالبلد. اوه هو انا مربيهم كل ما اجيب سيرتهم بدمع غنطوس وهول لعيبه يا كالعاصي بصيروا هيك ينططوا معهم 100%. بس شو بدك تعمل يعني؟ انا بتمنى عليك انه وائل في اسال سؤال اخير لوائل. يلا وائل معقول تيجي لعنا على الحكمه يعني قريبا؟ هاي كثير صعبه. ليه؟ انا لانه كثير بحب الرياضه. يعني ما بيأثر حتى اذا شربناك كيس اما شيء خبريه ما لا والله ما بنقدر نطبق يعني. انا لا ما صعب يعني هلا خلص فيك تروح ميل لك ميول يعني ما بأثر يعني هارد لك لا لك يعني انا كنت حابب اشوفك بالولز يعني بلونيشن خليني كفيك انا قالي الشارع انا مع كوتش غسان يعني وولز بلونيشن ووريورز كله هي بعرف عن جد يعني وولفز كثير الولز كثير يعني اسم الله كثير وائل يعني بدنا نقول لك ميرسي على الحلقه الحلوه اللي كنت فيها معنا اللي مش انت بتحب تقول له شيء لوائل؟ بدي اقول له حبيبي يعني ثانك يو للاستضافه الحلوه على فكره هلا خلينا نطلع نطلع من الكاركترات بس انا اللي مش انت وقت قلت ما بعرف ليه بحس حالي بعرق دغري ما بعرف دغري من الكاركتر يمكن بتطق اللبس لعنه يمكن ايه وائل ميرسي كثير لانك جيت لعنا اليوم ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش استضافتك ضيف عزيز. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا مني من توني من جورج وائل ميرسي كثير ثانك يو سو ماتش ميرسي يا وائل ميرسي كوتش الي ان شاء الله نشوفه بالحكمه يعني هذا شيء ما بروح يا خي انا سايب مستحيل بنروح سكتشات وبنشوفكم الاسبوع الجاي. باي باي. هلا وصلنا لنمرة 2 يلا ايد يا باي نمرة 2 ولي ايد نمرة 2 زيت الساتر ولي بمحي اسرك ها زيت الساتر على زيت الساتر ايش من يطلبوا منا هون عم يطلبوا انه عدد ايام الاسبوع بالفرنساوي
يلا بلش اول واحد لاندي واللي ايد حش مسطي لاندي لاندي قسم الكلمه هاي كل وحده قسمها اثنين لتصير اهين عندك لاندي لاندي دي ايه هاي مزبوط تاني وحده مردي 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 ومن بعد شوفي شوفي من بعد مردي ايش بتقول انت صحيح هاي انت جادعين هلا انت جادعين فكرتك فتح وجاك رحت لقطه من بعدها في مار كرو داي مار ايد مار كرو ويف كرو داي ولا خطك حلو ما بو شيء بعد مار كرو داي جدي جدي عفاف ولي جدي جدي يعني الخميس جدي 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 ضبط خطك ولا هلا هيدي وحده صعبه ايه نهار الجمعه بالفرنساوي فاندري داي شوي فاندري داي يا ابي ما صعب كتير هاي كبر بلش معي سهله سهله الفان اللي بننزل فيه عبيروت فان 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 ولي حش نهبي لايد فان دراي تبع الماركرا داي فان دراي داي فان دراي داي يعني فان دراي دوزيام داي سحبت تبع الكويع يلا هلا ليلة السبت نهار السبت ايش بنسميه بتعرف واللي تشطشوا انت بالمرة لا بتعرف لا تهش ولا تنوش سام داي يا ابي صعب كتير هيدي كيف بدي اعرفها ولك يا ابني قسمها كل كلمه قسمها سام سم الهير اللي بتاكله على الغدا من امك سام داي ويس يعني بالكلا ولي سام داي ايد وخلصنا واخر نار نهار الحد ايش اسمه دامونش دامونش دا مونش والله صاير شطار ما بيك شيء نمرو ثلاثة يلا عم بيسألوك عاون ايش في معنى بالشهر اليوم ايش في معنى بالشهر اليوم تروك الماستر ايش في معنى بالشهر اليوم 29 واللي مستول بالمرة بدك تكتبها بالفرنساوي عم تدرس فرنساوي انت بتكتبها بالعربي ايد فنف شي فن اللي نزلنا في عبيراو دور دور واللي مستول كتوب فن فن نوف نوف واللي نوف نوف بالفيبي انت طب هبي ها فنف سؤال نمرو اربعة يلا هذا اخر سؤال بنخلص اليوم عم بيقولوا لك سمي لنا انيمال انت يا باي اني انيمال ولي اني انيمال منين جايبها هاي يا عمي والله العظيم اني ما خاصني كل يوم بس امي تكون عم بتدق لك وانت ما ترد عليا بتقول لي وينو هيدا بياك الانيمال مختفي انت بتعرف ايش يعني انيمال لا شي يعني يعني حيوان لا يا بي اني حيوان اني مال اني وين ام شامي يا ام شامي اني حيوان والله لا حرديك وعينك يا ام شامي اني حيوان كوميكاتور كوميكاتور هاي يلا اتنسيون الحلقة 22 بمثل الصنم صرنا بدي اطلب من كل الكرو انضباط ممثلين نهاد وصنم بدي فول تركيز صنم انت بهذه الحلقة بتكوني حبلة بشهرك التاسع حبلة؟ ايه باين عليها لحبلة مخرج؟ ايه هيك حبلة اوكي منيحة هي لمشهد مخرج اطلع لبرا اطلع برا تلكات وانا انت منك حبلة ما بيأثر هيك بيمشي حالك بدوش ميك اب بليز يلا اسرع اسرع اوكي فاهمين ادوارنا تركيز حلقه 22 تفضل لبرا نهاد بتفوت لجوا بنبلش اكشن يلا اكشن هيدا انت ايه أنا هيدا أنت؟ ما أنت جاي لعندي يا غشيم مين بدي يكون يعني؟ إيه برنادات؟ لا صنم يخرب ذوقك كمل فوت فوت أنت أنت كيف بتخبي عني خبرية بنتي؟
انت كيف ما بتقولي لي تعيشي شوف بنتي كيف قلبك بيطاوعك؟ كيف بتعملي على حالك؟ انا لو ما اختك اتصلت فيي وقالت لي انك ولدت من 8 ايام بنتي كيف ما بتقولي لي؟ بعدين كيف لحقتي؟ كيف لحقتي تحبلي وتخلفي بنتي؟ ما انا باول بريك حبلت وبالتاني ولدت وحلقة الجاي في توم صبيان. ما تسألني كيف؟ هيك المخرج بده. انت يا ظالم بقيت 11 شهر، ما تسألني ليش؟ كمان ما عندي جواب، بالعادة 9 شهور انجأ. المهم بعد كل هالفترة ليش انا عندي؟ بعد كل هالفترة نهاد؟ انا هلأ بدي اشوف بنتي. نهاد نهاد بس كنت فقيرة عملت اللي بدك اياه، وهلا رجال عندي من بعد ما ورث بي. بنتي شوف بنتي. رح وجيبها نزلني. نهاد بعرفك على بنتك جنين. جنين بابا؟ بنتي جنين بابا؟ جنين بابا؟ بس يا عمي لحظة، ما عنده ده انت كيف هيك بده هيدا؟ مش معقولة، ما بنتي عمرها 8 ايام. طيب يا حبيبي هيك المخرج بده. كفي. كات كات كات. يا ابني ليه منك مزيح دقنك؟ المخرج هلا مرق تزيحتها ب 5000 ليرة هون. منا مزيحها، كيف الجمهور بده يقتنع؟ لك هلا زبطت ليها بالموس. مرت الجاي بتزيحها اكثر. تكره مخرج. وصل على الصوت شوي. اطلع انت مع سفيرك لبرا، ما بقى تفرجيني صورة وجهك. مرت الجاي بتزيحها مزبوط. تكرم مخرج. يلا بنرجع بنركز على السات. يلا من عند جنين. اوكي اوكي يلا. رولينج اكشن. جنين بنتي بنتي بابا. بنتي جنين جنين. ماما بدي حليب. لا يا عم عيب، بصير بيك بده. ما هلا اخذ حصته البابا. وهاد بنت هون، طلع هون. ماما مش معود لانه اول مره بمثل. جنين بابا بابا. لبيبي لبيبي بسرعه جيبي له مي. بابا نهاد حبيبي. بابا كل شوكولا مش ايدي. معلمتي طلبتي مي؟ ايه لبيبي يسلموا. هدي نهاد. استفريخ بابا. سلم ايديك. صحتين. يا عمي هيدا المخرج مش طبيبه. خلي خف صوتك، ما في انتاج كتير. هات لهون خلص يلا كمل. ايه سلم ايديك. بدك تشرب بعد؟ لا لا خلص. هل اشرب لك بلعبة؟ اشرب بلعبة وكمل النص. هن من غدر الزمان وحزن الايام. بابا ضميري تتأكله نيران الندم. بابا لا 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 ما تكسرها ما تكسرها ما تكسرها، ما في انتاج لو بادجت قلنا لك. خلص خلص المشهد هون هون تخلص الحلقة. أوكي. يلا اطلعوا جنريك. مثل الصنم مثل الصنم قدام هذا ابو البشر. ولي تعب على زيت السطر، تعب على زيت السطر والله العظيم بمحي اسري. يلا ايش من يقولوا نمبر 2 فان دراي داي فان دراي داي يعني فان دراي دوزيام داي صاحبت تبع الكوي. يلا يلا نرجع معكم مشاهدين على اخر فقره بحلقتنا. غسان سركيس رح يكون معكم، اليم شنطف وفادي الخطيب حبيبي. يا حبيبي انا عم بحكي مع العصفور، ما تتدخل لعمل معروف. لا وصيخ لا يا وصيخ. نهاد بعرفك على بنتك جنين. جنين. نهاد بعرفك على بنتك جنين. بابا جنين. بابا جنين. بابا بس هيدا مين؟ بس
الوضع كتير حساس كتير ستريس ركض براكت حمل سائل تنس واجع راس ضغط بضغط ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تعي تشرب كيس بتحط الفوقك والتاح بوع الصبح معجوق عم بتفركش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة أخر بوصل محقون حمياني البواكير تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشاسير فضت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي بارك يا ماما عم بفلح مثل السطلي وما عم يدفعولي شي ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديور ما بتهر من البيت بس يبلش كوميكاتور كوميكاتور